أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. بداية صديقي، لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، عايزين نكبر القناة والقناة مش هتكبر إلا بحضراتكم. اعمل لايك، اعمل شير، حط كومنت تحت الفيديو، اعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة، وبعد ما تعمل الاشتراك ده حضرتك فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن معرفة استهلاك كل جهاز موجود عندك في بيتك. عندك جهاز أو عندك بعض الأجهزة، عايز تعرف استهلاك كل جهاز من الأجهزة. الموضوع ببساطة شديدة، انك هتعمل جدول زي ده كده، هتكون كاتب فيه هنا الجهاز بتاعك، وهنا كده العدد، وهنا كده القدرة الكهربية بالوات، وهنا عدد ساعات التشغيل، وهنا كده الطاقة بتاعتك، وهنا التكلفة. القدرة بتاعت اي جهاز بتكون مكتوبة عليه، بتكون مكتوبة بالوات. اما العداد بتاعنا فهو شغال بالكيلو كيلو وات اور بالساعة. التكلفة بتاعتك حسب الشريحة بتاعتك، واتكلمنا في فيديو قبل كده عن الشرايح وانواعها وازاي بتحاسب في حوار الشرايح ده. فلنفترض مثلا ان انا عندي عدد 2 لمبة في غرفة ما، الواحدة 40 واط، وعندي تكييف 3000 مثلا واط، عندي واحد، عندي مثلا تلفزيون 200 واط، وعندي جهاز واحد. القدرة بتاعته مثلا، يبقى القدرة هنا 2 في 40 بتمانين واط، هنا 3000 واط برضه، هنا التي في بتاعك مثلا 200 واط، 1 في 200، وده 1 في 3000، وده 2 في 80، كده بتديك قدرة الأجهزة اللي عندك بالواط. ساعات التشغيل تختلف بقى من شخص لآخر، أنت حضرتك بتحطها تقديرية. هنفترض مثلا إن اللمبات ديت بتشتغل مثلا 4 ساعات في اليوم لو غرفة نوم مثلا، أو مثلا بتشتغل عدد ساعات أعلى مثلا لو غرفة معيشة، فهنقول مثلا بتشتغل 4 ساعات. التكييف بتاعك حضرتك ممكن تكون بتشغله 6 ساعات لو في الصيف مثلا، والتي في التلفزيون بتاعك بتشغله مثلا 2 ساعة في اليوم. على سبيل المثال، دي كلها أمثلة بتختلف من شخص لآخر. الطاقة بتاعتك بالكيلو وات في عدد الساعات، يعني ده هيبقى 4 في 80 واط، اللي هو هتديك 320 واط، تقسمها على 1000 عشان بالكيلو وات، اللي هي حوالي 32% كيلو وات اور ساعة. هنا 6 في 1 ب6 في 6 في 3000 واط، اللي هي 18000 واط اور، اللي هي 18 كيلو وات اور. هنا 2 في 200 اللي هي 400 واط اور، اللي هي 4 من 10 كيلو وات اور. تكلفة عندي مثلا لو انا حسبت احمال الشقة بتاعتي كلها، بعد طبعا احط الاجهزة كلها وبعدين ابدأ احسب الاحمال بتاعتي في اي شريحة. مثلا ممكن تكون حضرتك في شريحة من اللي بتتعامل ب30 قرش مثلا، فهتقوم جايب 32% كيلو وات اور دي وتضربها في مثلا في 30 قرش، يطلع لك هنا يبقى 32% في 30 قرش، يطلع لك هنا تكلفة اللمبات بتاعتك ديت في الشهر، عدد ساعات التشغيل مثلا ديت في الشهر، عدد ساعات التشغيل في اليوم، التعريفة بتاعتك بتضربها، وبالتالي يطلع معاك تكلفة كل جهاز. تجيب ده مثلا 18 كيلو وات اور في التعريفة، نفس الكلام، وهكذا لحد ما تحسب الأحمال بتاعتك كلها. كمان برضو ممكن تجيب أحمال الشقة بتاعتك كلها وتضربها على مستوى الشهر، فتعرف أنت بتحاسب إزاي وبتعرف استهلاك كل جهاز بيكون إزاي. ده الموضوع ببساطة شديدة. هذا ده كان فيديو اليوم، أرجو يكون حضرتك استفدت. لو حضرتك استفدت متنساناش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناة. أشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله رب العالمين. كلم حد عن عبد الرؤوف 89، حط كومنت تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.